اثناء العمليه ماشيه عشان نبين ايه اللي بيحصل في الخارج. تاريخ لقاءات السينمائيه لحسن مسعود في وسط اسره او نسينا انه كنا عم نحضر فيه، كنا كثير بالواقع، كنا وقت عم نشوف لمعاناة أمة لبقداء. الاحتفاء بالافلام العربيه اللي رشحت الاوسكار، الترشيح في حد ذاته انا شايف ان هو خطوه ايجابيه جدا بتسعدنا وبتخلينا فرحانين، والاحتفاء هنا احتفاء عربي بهذه الافلام، احنا بنحتفي بالافلام اللي رشحت، لان الترشيح النهائي ده مش بتاعنا، وفي توائمات وفي اشياء اخرى ما لناش دخل فيها احنا كعرب.